الأسد. يا سلام يا سلام، الله 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 على اللقطة الماضية، استثمار جميل لكرة حسن الهيدوس. إذا واحد لواحد، راؤول يسجل هدف التعادل. شوف الكرة مرة ثانية، حسن هيدوس عدى، حسن هيدوس تقدم، حسن هيدوس واصل، والكرة وصلت إلى راؤول، وجدت الهداف، وجدت القناص، وجدت من يتواجد في الأماكن الصحيحة في منطقة الجزاء الذي سجل الهدف التعادل. الآن اللاعب الذي هو من مواليد منطقة الجزاء وسجل هدف التعادل الآن في المباراة لتصبح واحد لواحد. واحد لواحد، الفرحة الكبيرة اللي سجلت حقيقة في ملعب المباراة. نادير الذي جاء لمنطقة الارتكاز الآن تقدم. نادير مع الكرة، عدى بالكرة وأعطى مساحة لزميل عبد الكريم حسن ليلعب كرة عرضية وبالراس. الله، وشلون يجي الفوز إلا من رجل الانتصارات الأول، إلا من رجل الفوز، إلا من خلفان إبراهيم يسجل الثاني. الله يا خلفان، الله يا فنان. شوف الكرة مرة ثانية، العرضية، الفوز لا يأتي إلا من رجل الفوز الأول، الفوز لا يأتي إلا من رجل السد الأول، خلفان إبراهيم اللي يسجل الكرة بالرأس ويسجل الهدف الثاني. أقصر لاعب في المباراة هو أطول لاعب في الكرة الماضية، وهو من يسجل الرأسية الماضية، وهو أطول الأعناق في دوري نجوم قطر، أقصر اللاعبين بدوري نجوم قطر، أطول الأعناق يا خلفان، يسجل الهدف الثاني ويتقدم لفريقه بهدف ثاني الآن في المباراة. الكرة لليسار إلى صالح الخور، محاولة مقطوعة واصلة عند المادي علي، خلفان.